السلام عليكم ورحمة الله أخواني في كل مكان، تحياتي لكم جميعا. نحن اليوم الأحد في اللحظات الأخيرة من هذا اليوم من 21 رمضان، وكلنا نشاهد وكلنا نتابع، ومنذ أشهر ونحن نتابع ونشاهد ما يحدث في ليبيا العزيزة. وها هي الحمد لله بشائر النصر والانتصار قد تحققت، وها هما أبطال ليبيا وأشراف ليبيا وأحرار ليبيا يدخلون طرابلس محررين من قبضة القذافي ومن معه. أحرار ليبيا بتحريرهم لطرابلس يكونون قد أنهوا واحد من أشد الحكام استبدادا وإجراما حقيقة. القذافي لم يكن حاكما ديكتاتوريا فقط، لم يكن مستبدا فقط، ولكن القذافي وصل به الأمر إلى أن تأله بكل ما تعنيه هذه الكلمة، وحاول أن يكون أو يتصرف كإله وأن يتعامل مع الليبيين وحتى خارج ليبيا أن يتصرف مع الناس وكأنه إله بكل ما تعنيه هذه الكلمة. عشت هنالك وكانت لي تجارب ورأيت بأم عيني ماذا كان يحدث في ليبيا في بداية التسعينات. بانتصار الأبطال والأحرار في ليبيا يكون طاغية ثالث قد سقط، بعد طاغية تونس وبعد مجرم مصر ها هو سفاح ليبيا يسقط، بعد أن أمعن فيها قتلا ودمارا، وبعد القتل بالصواريخ وبالدبابات وبالطائرات من قبل ذلك وبكل طرق. هناك قمع في هذه الأرض العربية في كل مكان، هناك استبداد، هناك تدمير، ولكن حقيقة ما رأيناه في 6 أشهر وكيف تعامل هذا المجرم مع شعبه قل نظيره بكل المقاييس. يبدأ تاريخ جديد ليس فقط في ليبيا، بها باليوم يبدأ تاريخ ليس فقط في ليبيا ولكن في هذه المنطقة العربية كلها، يبدأ من جديد. وتشرق شمس الحرية على الليبيين بعد أن أشرقت ولو بصوت خافت على التوانسة وعلى المصريين، ولكن في ذلك في انتظار ذلك إخواننا في سوريا أيضا حركتهم وثورتهم تندفع وبقوة، وقد قطعت خط الرجعة وهي الآن أيضا في طريق الانتصار بإذن الله، وكذلك في اليمن. اليوم الطغاة المستبدين في كل مكان وخاصة في أرض العرب في أرضنا العربية يشعرون بزلزال حقيقي لم يكونوا يتصورون، حتى في لحظات قبل أيام فقط لم يكونوا يتصورون. وقد رأينا عبر جرائدهم، شفنا في جرائد الصفراء الجزائرية التي تسمى جزائرية ظلما وعدوانا وما لها علاقة بالجزائر، ولكنها على جرائد المخابرات كانت ما زال تعتقد بانتصار القذافي، وكانت ما زال تقدم الثوار على أنهم مرتزقة وعلى أنهم عملاء وعلى أنهم ثوار ناتو وعلى أنهم وعلى أنهم، بينما كان هؤلاء المستضعفين خرجوا فقط لحريتهم، خرجوا فقط أن يتحرروا من هذا الطاغية، من هذا المجرم، وهو الذي بدأ بالقتل فيهم، وهو الذي أمعن قتلا فيهم في بنغازي وفي طبرق وفي درنة في المنطقة الشرقية قبل أن يمتد ذلك للمنطقة الغربية. حتى أيام ماضية إذن كان طغاة في عدة أماكن وخاصة في الجزائر السليبة التي تحكمها العصابات اليوم، كانت ما زال تعتقد أن القذافي ربما ينتصر وأن الثوار قد ينهزمون وأن وأن وأن، والقصة طويلة. ما حدث اليوم ربما أعطاهم درس، ولكنهم للأسف لا يفقهون ولا يفهمون ولا يعون، تشعر وكأنهم يعيشون خارج الزمن. عندما شاهدنا في هذا اليوم كيف أن القذافي وأيضا المتحدث باسمه موسى إبراهيم وغيره وحتى ابنه ما يسمى بسيف الإسلام وما هو إلا شيطان في واقع الأمر، عندما سمعتهم يتحدثون تشعر أن هؤلاء خارج الزمان وخارج المكان، يعيشون في عالم آخر. في الوقت اللي كان الشعب الليبي ينفجر في طرابلس ويخرج إلى المظاهرات ترحيبا بالثوار وترحيبا بالحرية، وكان القذافي يدعو ما يسميه بالملايين، ولا أعرف من أين يأتي بهذه الملايين، أن تخرج وتزحف على طرابلس وتطهر طرابلس مما سماه بالجرذان، ولكنهم والله إن آخر واحد منهم، ونشهد على ذلك أشرف منه ومن أبنائه مليون مرة، هؤلاء الثوار وهؤلاء الأحرار دفعوا حقيقة بدمائهم حروا إخوانهم، كثيرين منهم خاصة في البداية لم يكن يملكون ولا سلاح واحد، اندفعوا في البداية في بنغازي وفي درنة وفي طبرق بأجساد عارية لكي
يفجرون أنفسهم أو يدخلون على 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 كتائب القذافي ويأخذون منها السلاح لكي يحررون أنفسهم. ولست من دعاة حمل السلاح لتحرير الأرض في ما دام المحتل هو منا وبأسمائنا وتسمون بأسمائنا. ولكن كان الوضع الليبي وضع استثنائي وكان في الناس في حالة دفاع بأتم ما تعني هذه الكلمة. انتصار الأبطال اليوم وانتصار الأحرار اليوم في ليبيا هو انتصار لنا جميعا. كان كل مكروه يمسهم نشعر بألم فينا، كان كل تأخر في الانتصار نشعر بألم كبير فينا، كان كل نصر يحققونه نشعر بانتصار وبفرحة عظيمة. اليوم الفرحة تاريخية والانتصار عظيم بكل المقاييس. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اليوم معركة كبيرة بين الحق والباطل، تحسم للحق، بين المستضعفين والطغاة تحسم للمستضعفين، بين المظلومين والظالمين تحسم للمظلومين. اليوم ندخل في منطقتنا، منطقة المغرب الكبير، ندخل مرحلة جديدة بكل المقاييس بعد تونس، وإن كان لا زالت الثورة فيها لم تكتمل، وبعد مصر، وإن كانت الثورة أيضا فيها لم تكتمل، فإن ليبيا ستكتمل فيها الثورة، لأن التغيير جذري، تغيير كامل. التغيير لم يحدث من داخل أو جزئيا بمساعدة أطراف كانت داخل النظام، وإنما جاء بإرادة الثوار، بمهما كانت المساعدات التي قد قدمت لهم، وكانوا في حاجة كبيرة لهذه المساعدات. ستتغير الأوضاع وتتجه إلى طرق أخرى. في هذه اللحظات التي لا نستطيع فيها إلا أن نكون بقلوبنا وبعقولنا وأنفسنا مع إخواننا في ليبيا، ونفرح بفرحتهم وننتصر لانتصارهم، ونشعر أننا ندخل مرحلة حاسمة بكل المقاييس. في هذه اللحظات أقول لإخواني ونصيحة من أخ لكم عاش معكم وذاق ما ذقتم وشاف ما ذقتم وعن قرب، لا انتقام اليوم. إذا كان لي أن أقول شيء، أولا أن لا تنتقموا اليوم، ليس للانتقام. كل الذين كانوا مع هذا الطاغية وحتى أبناؤه وحتى هو، إذا ما استطعتم وألقيتم عليهم القبض، وقد جاءت الأخبار بإلقاء القبض على سيف الإسلام وعلى آخرين من إخوته، فليقدموا إلى محاكمة عادلة. نحن لا ننتقم، نحن ننتصر للحق ولكننا لا ننتقم. نحن لا نأتي والأحرار لا يأتون للانتقام بقدر ما يأتون لتحرير الناس، لتحرير البشر، لتحرير المستضعفين، ليكونوا مع المساكين ومع المظلومين. إذن لا انتقام اليوم، ولكن كل من يعتقل من كبار طغاة المجرم هذا ومن معه يقدمون إلى محاكمة عادلة، إلى قضاة عدول، ولا يقتل أحد إلا بقرار قضائي وبعد محاكمة عادلة. نصيحة الثانية، أن لا يكون هناك إقصاء في ليبيا القادمة، أن لا يقصى أحد، أن لا يقصى أحد لقناعاته السياسية أو قناعاته الفكرية أو قناعاته الإثنية أو أفكاره أو أصوله، أو أن لا يقصى أحد. أن تعطى الحقوق لإخوان الأمازيغ، كل الحقوق بلا استثناء، كل حقوقهم التي يطالبون بها أن لا يكون هناك عليها أي استثناء. فلقد ذاقوا من حكم القذافي أكثر مما ذاق كل الناس هناك، بالرغم أن كل الناس دفعت ثمنا كبيرا. إذن لا يكون هناك إقصاء، وأن يكون الحكم حكم أن يختار الشعب من يحكمه بكل شفافية وبكل حرية وبكل شورى أو ديمقراطية، سموها ما شئتم، ولكن أن يكون الحكم بالفعل من اختيار الناس، ومن يحكم ليبيا يأتي عبر الصناديق الشفافة وليس عبر طريق آخر، وأن يكون هذا الحكم مدنيا، وأن يكون شورى بينكم وشورى فيكم، وأن يكون بالانتخاب وبكل حرية. والنصيحة الثالثة، لقد قام الغرب واستثناء هذه المرة بمساعدتكم، وهذه حقيقة لا ننكرها. ففي لحظات التي كان فيها القذافي وابنه يقول أنهم سيهجمون على بنغازي في الساعات القادمة، وأنهم ستكون دار وزنقة زنقة كما قال، وسيتابعونهم ويذبحونهم ويقتلونهم، وسماهم الجرذان كما نعلم، تدخل المجتمع الدولي، وعلى رأس هؤلاء المجتمع الدولي جاء الغرب ورد القذافي ورد
كتائبة، ولكن هذه كانت مسؤولية دولية، هذا كان بقرار دولي وبمسؤولية دولية لحماية الإنسان وحماية حقوق الإنسان من بطش الطاغية. يجب أن يفهم هؤلاء أن لا يكون لهم أي دور في ليبيا، وأن ليبيا يحكمها الليبيون دون تدخل ودون السماح لهم بأي شيء خارج المصالح المتبادلة. الشعب الليبي حر اليوم، الشعب الليبي يحكمه الليبيون دون تدخل لا لفرنسا ولا لبريطانيا ولا لأمريكا، لا تسمح لغير الليبيين بالتدخل في شؤونكم مهما كانت الأسباب، ولا ترتهنوا لهم. ما قاموا به كان مسؤولية دولية وبقرار دولي، وهنا يبقى وهنا ينتهي دورهم، أن لا يتدخل لا برنار هنري ليفي وهو مجرم ومتصحيح بالمناسبة، ولا غيره في أي مكان. إذن النقطة الثالثة في هذا أن لا تسمحوا بالتدخل الخارجي في شؤونكم، وأن نقول لهم مشكورين على ما قدمتم لنا وانتهت القضية هنا، هذه بالغة الأهمية. والنقطة الأخيرة إذا سمحت لنفسي، وهو أن لا تنسوا المستضعفين في الأماكن الأخرى، وأن تقدموا ما تستطيعون معنويا، خاصة من دعم للأحرار وللشرفاء الذين يقاتلون، كما قدموا لكم هذا الدعم وكما وقفوا معكم. كل أحرار الأمة وقفت معكم، كل شرفاء الأمة وقفوا معكم. لا تسمعون لبعض الاستثناءات هنا وهناك. الشعب الجزائري من أكثر الشعوب الذي وقف معكم، بالرغم أن جرائد المخابرات كانت تقول العكس، وكانت تريد أن تقنع الناس بالعكس، وكانت تقول ثوار النيتو، وكانت تقول إلى آخره. الشعب الجزائري لا ينسى أبداً أبداً دور ما قامت به الشعب الليبي أيام الثورة الليبية، من أكثر الشعوب، أكثر شعوب وليس من أكثر، الذي قدم دعما حقيقيا وبدون مقابل وبدون أن ينتظر منا شيء، كان الشعب الليبي. برغم أن كل الشعوب العربية وآخرين حتى ليس من الشعوب العربية قدموا الدعم الكثير للثورة الجزائرية، خاصة الدعم المعنوي. إذن أن تكون ليبيا الجديدة، ليبيا الحرة، ليبيا المنتصرة، أن تكون دعما ولو معنويا للأحرار والشرفاء في المنطقة، في كل المنطقة. إخواننا، نحن في الجزائر سنحرر أنفسنا بأنفسنا، نحن لن مهما حدث عندنا لن نسمح بتدخل خارجي مهما كان ولأي أسباب. نحن نتفهم لماذا كان التدخل النيتو معكم، ونحن نشعر بأن ذلك التدخل لم يكن لكم أي خيار آخر. فيما يخصنا نحن لدينا مواقف تاريخية مع هذا النيتو، ونعتبره أنه كان يوما ما يذبحنا مع فرنسا الاستعمارية، وبالتالي مهما حدث فنحن لا نحتاج لتدخل خارجي ومن أي جهة كانت. ولكن نريدكم فقط أن تفهموا أن الشعب الجزائري كان كله على استثناء من العصابات القليلة ومن بعض البسطاء الذين لا يعرفون حقيقة ما يدور، وإنما استغفلتهم صحف المخابرات الجزائرية، كان كله قلبا وقالبا معكم، وليكن هذا واضحا. ولقد تحدثت مع كثير من قيادات الليبية وهم يعرفون ذلك بالتفصيل. إخواننا في ليبيا، وإخواننا في سوريا، إخواننا في اليمن، إخواننا في السعودية، إخواننا في المغرب، إخواننا في الأردن، إخواننا في موريتانيا، وفي كل مكان، جدار الخوف وجمهوريات وملكيات الرعب بدأت تتهدم الواحدة والأخرى، بدأت تنهار الواحدة والأخرى. من كان يظن أن نرى يوما ما مبارك وهو في قفص الاتهام؟ من كان يتصور يوما ما أن يتهم بن علي بأنه تاجر مخدرات؟ من كان يعتقد يوما ما أن دجال ليبيا القذافي يفر بهذه الطريقة وتنهار كل ما كان يتحدث عن الملايين وكذا في 24 ساعة؟ ومعركة طرابلس التي كنا نتخوف منها بصراحة، لأننا كنا نخشى أنه إذا حدث فيها قتل بالآلاف، أو إذا استعملت فيها أسلحة كيميائية أو جرثومية، أو سيكون ذلك تعطيل للثورات القادمة في مناطق أخرى خاصة في الجزائر. ثورتنا في الجزائر تعطلت إلى حد ما بسبب ليبيا، الآن ثورتنا ستنطلق بقدر ما تعطلت بسبب الأحداث في ليبيا، بقدر ما ستنطلق. لأن لماذا تعطلت بسبب الأحداث في ليبيا؟ لأن البروباغندا في الجزائر، الجرائد الإجرام وجرائد الفساد في الجزائر نشرت وقدمت الصورة على أنها حرب النيتو ضد نظام
وطني وضد نظام عربي وضد نظام مسلم واستخدموا الدين واستخدموا كل شيء من مشايخ الشيطان ومشايخ السلطان الذين أفتوا لهم. شفنا مشايخ من السعودية ومن غير السعودية أصبحوا أصدقاء للقذافي وأصبحوا يعتقدونه ولي الأمر. أي ولي الأمر هذا؟ بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. إذا كان القذافي أو جنرال الجزائر أو ملك السعودية أو ملك الأردن هم ولاة الأمر، بئس ما يأمركم. هذه عصابات استولت على الحكم وجاءت إلى الحكم بلا حق وبلا اختيار من الشعب. ومن يختار إذا لم يختار الشعب حكام؟ ومن يختار إذا كان عظماء في التاريخ وصحابة متخرجين من المدرسة المحمدية اختارهم المسلمون آنذاك، فكيف لهذه العصابات أن تأتي بالدبابات أو أن تأتي بالوراثة وتقول أنها هي الحكام الشرعية ومن خرج عليها فهو خرج على الحاكم؟ أنا ليس لدي أي إشكال في الخروج على هؤلاء الحكام، وإنما نحن نرى أن الخروج يكون بلا سلاح حتى لا نمكنهم منا وحتى لا نعطيهم فرص لكي يذبحوننا كما فعلوا في الجزائر. إخواني، في الجزائر جدار الخوف يتهدم، انتصر الليبيون وانتصر المصريون وانتصر التونسيون عندما تأكدوا وحطموا الخوف من أنفسهم. نحن شعب الثورة، إذا كان للشعب أن يثور فهو الشعب الجزائري، وإذا كان للشعب عرف بثوراته وعرف بانتفاضاته وعرف باعتزازه وعرف بكرامته فهو الشعب الجزائري، وطبعا شعوب الأخرى من إخواننا في كل مكان. لكن الشعب الجزائري معروف تاريخيا بذلك، بسقوط طاقية ليبيا اليوم وبهذه الطريقة يتضح كم هم أنظمة كرتونية، كم هم أنظمة فارغة، كم هم مبنية على البروباغندا. اليوم قبل ساعة كنت أشاهد هذا المدعو موسى إبراهيم يتحدث باسمه ويستجدي الغرب أن يتوقف ويستجدي الغرب أن يتفاوض معهم، يستجدي في لحظات كان الأحرار ليبيا يحاطون آخر مكان وهو العزيزية، يحيطون به من كل جانب. في 24 ساعة ينتفض سكان طرابلس، ينتفض ثوار طرابلس وينهون هذه الأسطورة، أسطورة القذافي وكتائب الإجرامية. يوم عظيم، يوم تاريخي، يوم مشهود بكل المقاييس. المعلومات التي لدينا أن اجتماعات تمت بالأمس لكبار ما يسمى بقادة وحكام الجزائر، أي العصابة الحاكمة في الجزائر من عسكريين ومدنيين، كيف يواجهوا الأحداث في ليبيا، وهم الذين دعموا القذافي بكل ما استطاعوا، دعم دبلوماسي ودعم عسكري ودعم مادي ودعم بالبنزين ودعم بكل الطرق، خفية في البداية وظل هذا الدعم مستمر حتى آخر لحظة كانوا ما زالوا، لأن كانت دائما في مفهومه كلما عطلوا الثوار في ليبيا، كلما جعلوا ليبيا ينتشر فيها الدماء وتنتشر فيها القتل وينتشر فيها الفوضى، كلما أخافوا الشعب الجزائري. ولقد نجحوا نسبيا بعد أن طالت تلك المعركة، ولكن اليوم وبهذه النهاية السعيدة وبدخول الثوار إلى ليبيا بأقل خسائر للمدنيين وللثوار وحتى للكتائب تابع القذافي التي انهارت، وحقيقة أن المعلومات التي لدي أيضا من قيادات ليبية هو أنه كان هناك تعاون كبير من بعض رموز النظام الذين تعاونوا في آخر لحظة مع الثوار لأنهم فهموا حقيقة ما يحدث وتعاونوا معهم مما سهل هذه العملية. إذن نظام في الجزائر يرتعش ويرتعد ويشعر من أن الثورة تقترب منه، من أن هذه النهاية التي لم يكن يريدها. هو سيسعى طبعا لإحداث نوع من الفوضى كلما استطاع، وسيسعى قدر ما يستطيع، لكن الليبيين أعتقد أنهم يفهمون ذلك، والجزائريين لن يسمحوا بمزيد من الفوضى لا في تونس ولا في ليبيا ولا في غيرها مما يقدم عليه هذا النظام. إذن النظام عندنا، معلومات عندنا تقول أنهم كانوا في اجتماع، وكانوا في اجتماع بالأمس كان في خلافات كبيرة لأنه لم يتفقوا كيف يتعاملون. هناك من يقول عليهم أن يعترفوا بالمجلس الانتقالي، وهناك من يقول علينا نتأخر حدا ما، وهناك طبعا خلافات أيضا يشعرون من أن بالفعل الثورة تقترب منهم. بإذن الله الشعب الجزائري سينتفض وسيثور
وفي ذلك عندها تتحرر تقريبا كل المنطقة، ثم ستمتد إلى موريتانيا وإلى المغرب، وهكذا تتحرر كل شمال إفريقي، وكل سكان من عرب وأمازيغ سيشعرون بأن ذلك من فضل الله أولا وأخيرا، ثم من تضحيات الأحرار والرجال والنساء في كل مكان، تضحيات الشرفاء بكل ما أوتوا، وفي ذلك سيفرح الجميع. إخواني، نحن على أبواب مرحلة تاريخية استثنائية، نحن على أبواب انقلاب كامل على المستوى ليس الإقليمي فقط ولكن على المستوى العالمي. عندما تتحرر هذه الشعوب، عندما تتحرر شعوبنا، عندما تعود لها كرامتها، عندما تعود لها عزتها، عندما تعود لها قدرتها على العمل، ستحدث معجزات حقيقية، ستقدم للعالم صورة آخر. الآن نرى أن حتى أعداءنا، حتى الإسرائيليين يثورون أو ينتفضون أو يتظاهرون ضد حكومتهم، وكأن استلهاما. عندما العدو يستلهم منك فهذا معنى أنك وصلت إلى قمة التأثير. طبعا الإسبان أيضا استلهموا الربيع العربي، وفي كثير، وحتى هنا في بريطانيا بالرغم أنه شابه كثير من الشعب، لكن كانت هناك أحداث أرادت وكأنهم يستلهمون الربيع العربي كما يطلق عليه. نحن الآن تعود الروح لنا، يعود العزة لنا، تعود الكرامة لنا. عندما تنهي هذه العصابات سنعود وسنؤثر في هذا العالم، وسيصبح هذه المنطقة لها كلمة على المستوى الدولي، وستصبح هذه المنطقة بإذن الله يوما ما دولة واحدة، دولة المغرب الكبير، وبذلك نستطيع أن نواجه الخصوم أو المنافسون أو الأعداء، ونحن يد واحدة وشعب واحد وبلد واحد ودولة واحدة. تحياتي لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله.